تشتد دائما المنافسة بين الكثير من الدول على الفوز بشرف استضافة بطولة كأس العالم لتحقيق مآرب كثيرة والتي من بينها فوائد اقتصادية. مونديال روسيا 2018 الأغلى في التاريخ والذي كلف روسيا قرابة 14 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للبلاد وبناء الملاعب والفنادق جلب لروسيا فوائد اقتصادية بالجملة، فبلغة الأرقام جنت روسيا من المونديال حوالي 13 مليار دولار. صحيح أن روسيا أنفقت الكثير من الأموال على هذا المونديال الأغلى تاريخيا، لكنها حققت مكاسب كثيرة. الفيفا أكد أن روسيا جنت 6 مليارات دولار أرباحا صافية، ناهيك عن الملاعب الجديدة والفنادق التي أقامتها. المونديال عاد على روسيا بعوائد مالية كبيرة من بينها تنشيط قطاع السياحة، فالأرقام تشير أن نسبة السياح الأجانب الذين زاروا روسيا خلال فترة المونديال بلغ 3 ملايين، أي بزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. خلال منافسات كأس العالم زار مدينة موسكو حوالي 6 ملايين سائح، أنفقوا في موسكو حوالي 15 مليار روبل. بصراحة لم نتوقع أبدا هذا الرقم الكبير، ونأمل بأن يتواصل هذا الأمر طيلة العام الجاري. المونديال ساهم في إنعاش قطاع الخدمات في روسيا، المطاعم والحانات هي الأخرى شهدت توافدا كبيرا من طرف السياح والمشجعين الذين أنفقوا قرابة 12 مليون دولار في الأسبوع الواحد. هذا المونديال قدم الكثير لروسيا شعبا وحكومة، خلق الكثير من فرص العمل المؤقتة خاصة تلك التي ترتبط بالصناعات الحرفية. حقيقة هذا أمر إيجابي. ويرى خبراء الاقتصاد أن بطولة كأس العالم ستعزز نمو اقتصاد روسيا بنحو 3 مليارات دولار سنويا على مدى ال5 سنوات القادمة، مذكرين بأن الربح الأكبر الذي حققته روسيا في استضافة المونديال هو تحديثها لبنيتها التحتية وبناء ملاعب وفنادق جديدة. أنفقت روسيا قرابة 14 مليار دولار لتحقيق استضافة تاريخية للمونديال، فيما جاءت أرباح هذه المنافسة الكروية حوالي 13 مليار دولار. ربما قد يبدو هامش الربح قليل، لكن بالنسبة للروس البنية التحتية وشبكة المواصلات هي الفائدة الكبرى، لأنها ستسهم في استقطاب عدد كبير من السياح في السنوات القادمة. يوسف بيغار، قناة الغد، موسكو.